السلام عليكم. آخر فيديو من المشروع بتاعنا، الفيديو اللي لا هيلم بقى كل الميزات اللي احنا حكينا عليها في الفيديوهات اللي قبل كده. لو هنشرحه كده بسرعة، هنقول اللود موديل، بنعمل لود للموديل اللي احنا بنعمل بيه كلاسيفيكيشن، ونفس الكلام بنعمل لود لليولو والسي في تو والاي ام ريد للديستنيشن عشان نعمل فيها بلان، والتمبر والتمب اللي هو عشان نعمل ديتكت للبول، والفيديو اللي احنا هنقرا منه الفريمات. طبعا دي انيشلايزنج لليولو اللي هي البارامترات بتاعت اليولو، وهنا دي اللي احنا انا عاملها عشان نعمل بلين للحاجات بقى للبلايرز، بتاخد هي كونتين البلايرز والبول عشان تعمل بلين ليهم. طبعا اخر مره احنا لما شفنا ازاي بنعمل برسبكتيف ترانسفورم للبوينت، قلت لك ان بيبقى في ماتريكس كده بتطبع هنا اللي هي دي، هناخدها ونحطها فيه هنا، نحطها هنا عشان نعمل بلين للبلايرز والبولز. بناخد الماتريكس نحطها هنا، بعد كده بنلف البلايرز اللي جايه من اللي جايه للبارامتر الداله دي، بنعمل لها بلين للصوره. طبعا ناخد كوبي من الصوره دي، جراوند دوت كوبي، ولو لفها كل لو حكم حر عايز ترسم ترسم حكم منها ايه ترسم. بعد ما بيعمل بلين دي البلايرز، بنعد هنا الكورز اللي هي الكور، لو الكور دي ما بتساويش صفر، لو في اكتر من كور، يعني لو عدد الكور اكتر من صفر، بنعملها بلين في الشاشه بتاعتنا. بعد كده بنرجع ايه الصوره اللي احنا عملنا عليها بليز. والداله الثانيه اللي هي الجيت بلايرز اللي احنا عاملينها اليولو، بنطلع منها البلايرز بتاعتنا، وتحت بقى هنا بنعمل ايه بقى، بنعمل الشغل بتاعنا كله، بنلف بنقرا الفريمات بنحولها لجري، بعد كده بنعمل بلايرز والبول التو ريز يعني، بعد كده بنقرا نقرا من الفريم اللي هو 310، بعد كده لو الريت بتساوي ترو يعني لو في فريم فعلا اتقرب، بندخله على اليولو هنا، بعد كده اللي طلع من اليولو ده ندخله لدالة جيت بلايرز اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي عشان يطلع لي الاوتس اللي يطلع لي الباوندنج بوكسز. بس بلف في الباوندنج بوكسز وبعمل لها بريدكشن، بعد كده بضيفها في الاري بتاعت البلايرز، بضيف هنا لكل لاعب خمس قيم، الاكس والواي والدبليو والاتش والواي ام، اللاعب ده تبع الفرقه ولا تبع اني فرقه ولا حكم. والله لو هو فرقه اولى، لو فرقه ثانيه، لو حكم بطبعه بشكل معين، بطبع برسم الباوندنج بوكس حواليه احمر او اي لون يعني مش مهم. بعد كده بعمل ايه، بعمل هنا بعمل ديتكت للبول بتاعتي، بعد كده بدخل البلايرز والبول للبلاير عشان يطلع لي الصوره بتاعت البلان بتاعتي. بعد كده انا حاطط لك هنا ايه، حاطط هنا ايه ان احنا لو انت حابب يعني ان انت اي فريم تطلعه في فيديو، يعني اللي هو نتيجة كل الفريمات بتاعتك تطلعها في فيديو. انا عامل واحده للماتش اي بي اي ولي واحده للبلان اي بي اي. عايز انت خليهم يعني، خلي المتغيرين دول، وهتلاقي تحت هنا ايه بقى تعليقين، هنا هتلاقي اوت دوت رايت فريم واوت تو دوت رايت بي، بعد كده بيعرضهم. بعد كده لو الويت كي دي بزيرو، طبعا انت ممكن تشيل الزيرو تحطها واحد تخلي الفيديو يمشي براحته كده من غير ما انت تدوس على حاجه عشان يمشي الفريمات. بعد كده بعد ما يخلص خالص هيقول كاب دوت ريليس، اللي هو يحرر بقى الميموري بتاعتنا من الكائنات الاوبجكتات اللي احنا خدناها من الكاب اللي هو الفيديو كابتشر. بعد كده تاني حاجه يحرر برده الاوت والاوت تو، اللي لو انت خليتهم يعني اللي هم كتابه الفيديوهات. وفي الاخر بيعمل سي بي تو دوت ديستروي اول ويندوز. لو انت حابب مثلا يعني انا مثلا ايه، انا لو انا عايز مثلا ان هو يعمل الكلام ده على 100 فريم او 25 فريم بس، فانت هنا مثلا بتشيل لو بتقول هنا تحت هنا الايه، لو السي بي تو ويت كي 0 بتساوي 27، او لو الاي مثلا بتساوي رقم معين، فانت خلاص وقف واخرج، اعمل بريك للحلقه التكراريه دي، واعمل كاب دوت ريليس واوت 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 دوت ريليس.
طبعا بقى لما بيخلص هو بقى الكلام ده يستحسن ان انت تشغل الكود ده تنقل الملفات دي كلها على كولاب عشان يشتغل اسرع في الكولاب. بعد ما انت بقى بتخلص بيطلع لك فيديوين، فيديو ليه لو انا كده بصينا كده ايه، هو ما بيطلع لكش فيديو زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي، مش بيطلع لك فيديو كده. انا حاطط الفيديو ده انا عامله بالكامتازا ستوديو، وحاطط الفيديو الاولاني على الفيديو التاني، هو بيطلع لك فيديو ليه البلان لوحدها وفيديو ليه الفيديو الاصلي لوحده. طبعا انت يعني ايه في نسبة خطأ هنا شوية بين اللعيبة انا مش رسم الحكم، لو انت طلع زي ما الحكم هنا لقطه كحكم ساعات بيعمل فيه ايرور، بس هو لقطه هنا كحكم مش ظاهر هنا خالص، ولا الحكم هنا برضو ده ظاهر، عايز انت ترسمهم براحتك برضو. بس هو ده كان نهاية المشروع بتاعنا، يا ريت لو عندك اضافات على المشروع ده زي ما انت قلت لك ممكن تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز براحتك، ممكن تستخدم اي تكنيك في اي ديتكشن او تغير في حاجات. يا ريت لو عندك امبروف او تحسينات للبروجكت ده تكتبها تحت في الفيديو ان شاء الله، يعني نحط او نغير عشان نعدل في الكود كده، عشان طول الوقت نقعد نعدل في الكود عشان يبقى احسن يعني. فبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم درس اخر ان شاء الله.